بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الفصائل العسكرية والقوى الثورية والمدنية في بدر الصوران بريف حلب الشمالي نعلن عن تأسيس المجلس العسكري في بدر الصوران، وذلك بناء على مقتضيات المرحلة الهادفة إلى تحرير الريف الشمالي من التنظيمين الإرهابيين داعش والبيكيكي، وتحرير جميع الأراضي السورية من نظام الأسد المجرم، سائلين الله تعالى السداد والتوفيق، وعاشت سوريا حرة مستقلة. ريف حلب الشمالي، الأربعاء المصادف 21/9/2016. كان إنشاء إعلان مجلس عسكري في صوران ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، ثانيا الوقوف وجه التنظيمات من التقسيم الذي يشرف عليه تنظيم البيكيكي في الأراضي السورية وتهجير السنة العرب وقتلهم وتهجيرهم من ديارهم.